دموع المسؤولية وتحمل المصاعب على صغر ربما هي أفضل تسمية لمشهد بكاء لاعب المنتخب المغربي صاحب 17 عاماً محمد الحموني الذي أثار بهذه اللقطة تعاطف وإعجاب كثر. الحموني لاعب منتخب المغرب تحت 17 عاماً نال تعاطفاً كبيراً من جماهير منتخب بلاده بعدما ظهر وهو يبكي خلال المباراة التي جمعت بلاده ضد مالي ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة بالجزائر، ليعلق أحدهم مؤكداً أن الاحتراف خارجياً لا يمحي أصول الانتماء، بينما أشاد آخر بدموع الخوف التي تحولت لدموع نصر مهنئاً المغرب على ما تمتلك.